Hello guys, in this video I will give you some vocabularies about warehousing and shipping, and I will talk about certain product which is bags, and I will give you some explanation about this product. So let's begin. The first word is front slit. Front slit, and this word means الفتحة الأمامية, حيث يوجد لكل كيس فتحة أمامية يفتح من خلالها لملئه بالأشياء. And the second word is roll off. Roll off, وتعني لفة من. We could say roll off bags. Roll off bags, وتعني لفة من الأكياس. And we can say it in another structure like auto bag rolls. Auto bag rolls, وتعني لفافات من الأكياس المصنعة أوتوماتيكيا, وهي عبارة عن أكياس ملتصقة مع بعضها البعض تفصل باليد للحصول عليها كأكياس القمامة. And the third structure is automatic bag filling machinery. Automatic bag filling machinery, وتعني آليات أوتوماتيكية لتعبئة الأكياس. Then we have flip top bags. Flip top bags, وهي الأكياس التي تطوى من الأعلى. While header bags. Header bags, وهي الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك الخفيف المقوى لمنع دخول الرطوبة للمنتوج, ويرسم على هذه الأكياس تصاميم مطبوعة للمنتوج للمتاجرة المرئية, أقصد لترويج هذا المنتوج وجعل المشتري يريد شراءه, مثل أكياس المتة والقهوة والشاي ومختلف أنواع الخضروات والديزي. Then we have polyethylene. Polyethylene, and this means مادة البوليإثيلين, وهي مادة تستخدم في تغليف المنتوجات وفي صناعة الأكياس لمنع الرطوبة ولحماية المنتوج من أي أذى. Printed graphics. Printed graphics, وتعني تصاميم مطبوعة, وهذه التصاميم تطبع على الأكياس لزيادة ترويج هذا المنتوج. Then we have feasibility merchandising. Feasibility merchandising, وتعني هذه الكلمة المتاجرة المرئية. وماذا نعني بالمتاجرة المرئية؟ هي عبارة عن رسم تصاميم لهذا المنتوج المراد تسويقه على الأكياس المباع بها من أجل تشجيع الزبائن على شراء هذا المنتوج. Product loading تعني تحميل المنتوج أو تعبئة المنتوج. Quality تعني النوعية أو الجودة. Fragility تعني سهولة الكسر أو الهشاشة. And then we have pallet wrap. Pallet wrap, وهذه تدعى لف المنتوج أو تغليف المنتوج بواسطة قاعدة البلت, ولها اسم آخر سكيد, وهي عبارة عن قاعدة دائرية مصنوعة من الخشب أو البلاستيك أو المعدن, وذلك لوضع المنتوج عليها ثم تغليفه بواسطة النايلون بشكل محكم ومحكوم. Film تعني شريط, and it has another synonym like strip and tape. So we could say stretch film, stretch strip, and stretch tape, وتعني شريط مرن. Foam material. Foam material, وتعني مادة خفيفة. مادة خفيفة. Weight تعني وزن. Weight وزن. Packaging. Packaging or packing, وتعني التغليف أو الرزم أو الحزم. حزم البضاعة, تغليف البضاعة
أو رزم البضاعة. Situation تعني الوضع. Situation الوضع. Review وتعني المراجعة أو التدقيق. Review المراجعة أو التدقيق. Container وتعني الحاوية. Container وتعني الحاوية. Shipped container وتعني الحاوية المشحونة. Shipped container الحاوية المشحونة. وإن نود أن نقول نموذج، نستطيع أن نستخدم هذه الكلمات الثلاثة: model, type and sample. Model, type and sample. And finally, غرفة التخزين تدعى storage room. Storage room غرفة التخزين. وزيادة الراتب تدعى pay rise. Pay rise. ويقال لها أيضا raise. Raise. Pay rise or raise. زيادة الراتب. And now my friends, hope I'm adding new information to your knowledge in the world of business, trade and commerce. I would like to thank you for giving me a little of your time for watching my videos. Hope you like them. I would like to say break a leg for you all. Good night.